دكتور عبد السلام، لا يمكن أن نتحدث عن قصة التغيير في السعودية دون أن نمر على مرحلة مهمة كانت تعرف بالصحوة. الصحوة غيرتنا ولا عطلتنا؟ والله نقدر نقول الثنتين كلهن تغيير يمكن نحو تعطيل، لكن خليني هذه فرصة أن أتكلم عن وجهة نظري بهالموضوع، لأنه تم الكلام كثير جدا عن الصحوة، وأحيانا يعني أرى أنه لو تكلمت عن الموضوع يقولون قتلت بحثا أو أنه تكلم عنها بشكل كبير. أوكي، يوجد الكثير من الكلام، بس يوجد الحاجة إلى كلام نوعي وليس كمي. يعني كميا ما شاء الله من أحسن ما يكون، لكن نوعيا يعني تطرق لمواضيع معينة. مثلا أول شيء فهم ظاهرة الصحوة، الشيء الثاني التأمل في هالمرحلة اللي قطعناها بحياتنا واللي كان جزء كبير منها من 1980 ومنتصف الثمانينات إلى منتصف العقد الماضي اللي كان يسمى الصحوة. فالتأمل فيها ماذا سيعمل لنا؟ المجتمعات التي تمر في مرحلة ولا تريد أن تكررها يجب عليها أن تبقي هذه المرحلة حية، ولو عبر المحوث ولو عبر تجسيدها. معناه أن الدرس التاريخي حاضر، وعدم تذكرها مجرد ليش بعض المجتمعات تكرر أخطائها؟ لأن مجرد ما تتجاوز المرحلة الصعوبات هذه لا تريد أن تتذكرها، تتركها ولا ظهرها، فيجي جيل بعده ثاني ينسى الموضوع فيرجع لنفس الأخطاء. طيب كيف تتجاوز هذا القضية عشان ما تتكرر الموضوع بس الدائري؟ إنه تتذكر هالسلبيات، تضع لها، بعض المجتمعات تضع متاحف لمآسي مرتبة في أوروبا. نعم نعم، علشان إنه الأجيال الجديدة تتذكر إنه ما ترجع نفس اللحظة. فأعتقد أننا بحاجة إلى شيئين، تجسيد من ناحية وفهم الظاهرة ذي اللي مر من أول. وما يخص الفهم، من الممكن أن نرى الصحوة باعتبارها أداة تكيفية للمجتمع مع التغيرات السريعة اللي مر بها. وش معنى أداة تكيفية للمجتمع؟ يعني لما نلاحظ بالسبعينات قبل الطفرة، ومعنى الكلام عن 1975 قبل المجتمع بالسبعينات، طبعاً لو رجعنا للموارد حقت الدولة المالية الميزانية مثلا من 1970 هو بدأت ترتفع، حتى قبل ارتفاع، قبل الصدمة النفطية سنة 73 بدأت ترتفع الميزانية، فبدأ يصير فيه صرف على التعليم. فلما تجي أنت على نهاية السبعينات المجتمع بدأ يتغير بشكل كبير، مثلا دخلت السينما بذاك الوقت بشكل واسع، تغيرات توفر السيارات إلى آخره. هذه التغيرات السريعة المجتمع كان بحاجة ل... وأهم شيء في الموضوع اللي هو المدن الكبيرة، اللي هو ازدياد حجم المجتمع المحلي. يعني المجتمع اللي ساكنين مع بعض زاد حجمهم، بدأت بعض المدن تصل إلى مليون مثلا. فالمجهولية إنه في ناس ما يعرفون الناس، غياب الضبط الاجتماعي. نعم، بالتالي لما يجون مجموعة كبيرة يسكنون مع بعض مكان بعض، غير ما تعودوا على مدى قرون ان المجتمعات بسيطة، وبالتالي الضبط الاجتماعي بينهم لا رسمي، كل اللي يعرف خيه. بالضبط، اكزاكتلي. فانت الان انتقلت للمجهولية، فبالتالي بحاجة الى انك تكون دفاعي بشكل اكبر، الدفاع بشكل اكبر، فيصير فيها الحذر والخوف والكذا. فبهذا المنظور من الممكن ان نرى الطفرة انها وسيلة تبع المجتمع للتكيف مع التغيرات. التكيف مو التكيف اللي قبول التغيرات، لا، كان تعايش ولا تعايش التغيرات، لا بالعكس كانت رافضة للتغيرات، كانت بشكل ما رافضة للتغيرات. لأنه لما نلاحظ بالسبعينات في ظواهر اللي دائما نتكلم عنها، يعني مثلا بالكفاءة، مرحلة الكفاءة المتوسطة، لما أنا كنت أدرس المتوسط كان 1979، الحفل الختامي فيه من ضمن فقراته طالب يعزف على العود. يعزف على العود يمكن احتاجنا سنتين بس عشان يصير هذا محرم اللي يصير بالمؤسسة التعليمية، ويمكن كذا سنة عشان يصير يعني مرة هذا شيء مطرود داخل المجال التعليمي. فهذا اللي يقصد بالوسائل التكيفية، انه يعني
كثير من المجتمع اصلا كان محافظ فما قبل التغيرات السريعه، ففجاه استطاع انه يفرض خطاب. يمكن نتحدث قبل فاصل عن مانعة التغيير. الصحوه بنموذجها السابق كانت ممانعه للتغيير. بالضبط، هي نوع من موانعه التغيير.